ايه الشغل ده؟ فين الخول الزفت اللي هنا؟ انت يا خول الزفت؟ انت يا نيل؟ نعم يا عمدتنا. ايه الشغل ده؟ انا شايفك يعني رخيرهم الحبل على الغارب وهم بيحسسوا اللي يقيم ظهره من على الارض تخصم له اليوميه كلها ويشتغل لاخر النهار. انا مش عايز حد يرفع راسه ابدا. حاضر يا عمدتنا. يلا غو. ايه يا عثمان؟ سرحت في ايه؟ انا بقول يعني ازاي امشي يا طوام من هنا امشي. انا بقول يعني ازاي بقى ما اتجوزهاش اللي قبل 3 اشهر؟ ده انا ما صدقت انها اتطلقت. يا عمده ايه العده دي؟ شرع ربنا يا عمده، مش كلام بني ادمين. ونعمه بالله. طيب من هنا بقى للثلاث اشهر دول تيجي تقعد عندي في الدوار؟ ما ينفعش يا عم. تقعد عندك ايه وكلام الناس؟ يا دي الناس. وهي قاعدة فين دلوقتي؟ قاعدة في دار الشيخ محمود. لا الا دي ازاي؟ لا 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 لا، تقعد ترغي معاه وتحكي وتتكلم وهو يقلب دماغها علينا بكلامه الزفت دي؟ لا تيجي تقعد عندني في الدوار يا عم. طب والزفت حفيظ؟ يا دي حفيظي انا بس اللي مصبرني عليه ايه؟ اخوها الزفت البلطجي اللي اسمه السيد دي والمقاطيع اللي معاه، والا انا كنت كتمت نفسي وخلصت منها خالص. بقول لك ايه، هي الارض اللي ورانا دي مش ارض راويه؟ ايوه الارض دي بتاعتها فعلا. طب انا قلت لك قبل كده تروح تقول لها تديني الارض دي عشان هي اسمى ارض اتنين. خلاص يا عم نروح. انا مش عايز اقول الكلام ده تاني يا مبروك. خلاص يا عم ده هنروح ليه؟ إيه؟ اطلع يا ولا اطلع، وانت هم مجري انت وهو. خبرت لا اللي جابوا دلوقتي ده بس. ايه الحلاوه دي؟ اللي جابك هنا يا عمدي؟ ايه اللي جابني؟ ليه مقابله؟ انا اللي جابني الشوق، النار اللي قايده جوايا. انا من ساعه ما شفتك وانا حالي اتلخبط، نفسي بقى يا بنت انا وانت نبوس البوس ونحضن المشاعر والاحاسيس ونعيش الوهم في الخيال. ايوه يا عمده يعني، بس انا يعني بس انت ايه؟ انت مش عارفه انت ايه؟ ده انت على بالي ليل نهار، اتلفت اشوفك، اصحى اشوفك، انا ما اشوفك، انت عامله لي ايه؟ ده سحر ده ولا شعوذه؟ يا عمده يا عمده حرام عليك يا عمده، ده انا لسه حتى في شهور العده. طب وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ لا اخس عليك يا عمده، اخس عليك والف اخس. أنا اللي كنت فاكراك بتحبني بحق وحقيقي، تطلع كده؟ لا يا عمدة لا، اللي يحب حد ما يخليش شكله كده. وبعدين يعني أنا كنت فاكرة إن أنا غالية عندك، ومترخصني كده؟ لا لا لا، أنا زعلاني، زعلاني خالص. أنت عايز الناس يعني تمسك سيرتي ولا تمسك سيرتي؟ يا بنت سيبك من الناس، طز في أم الناس كلها. إزاي بس طز في الناس؟ يا بنت اسمعي بس، تعالي بس افهميني، أنا عايزك بقى إيه؟ تنسي كل اللي حواليكي وتفكري فيا أنا لوحدي بس دلوقتي، ها؟ وانسي الناس خالص. طب ازاي انسى الناس؟ طب اقول لك لو نسيت الناس هقول ايه لربنا؟ ها هقول ايه؟ يعني انت يا عمده ترضاها لي تخليني ارتكب الذنوب دي كلها واخد بربنا مني؟ يا بنت بالي هتجوزك وربنا عارف كده، ده جواز حلال يعني مش حرام، هو الحلال بقى حرام. يا عمده انا عارفه ان هو حلال، بس يعني يا عمده انت اللي عمده وعمده العمد، انت عمدتي، قولي يا عمدتي. هقول يا عمدتي وهقول كل اللي انت عايزه، بس لما يبقى في الحلال. وبعدين يا عمدي انت فاكرني يعني مش رايداك زي ما انت رايدني؟ بجد يا بت انت كمان رايداني؟ ايوه طبعا رايداك. امال ايه؟ امال مالك؟ ماليش، بس هي يعني كل المشكله ان انا يعني مش عايزاك تيجي هنا تاني. والنبي يا عمده ما تيجي هنا تاني. انا مش عايزه الناس تفضل شايفاك داخل خارج عليا كده وانا ست قاعده لحالي في دار. ايه ده كلام برضك؟ الناس هيمسكوا سيرتي يا عمده. خلاص اي اوامر تاني؟ يعني هو طلب واحد بس، عيالي. ماله سلامته؟ اصل بصراحه كده هم متمرمطين اخر مرمطه من ساعه ما دارنا ولحت. وبعدين يعني انا مش عارفه اتصرف ازاي، فلو يعني فيها تباتي ولا سقالي. خلاص نديهم دار تانيه يقعدوا فيها، بس انت اسمعي الكلام بقى. هسمع والله كل اللي انت عايزه، ربنا يخليك ليا يا عمده العمد كلهم. في طلب كمان. اموري
نفسي ازور اولياء الله الصالحين اللي في مصر. مصر وتروح لوحدك؟ لا ابدا لا يمكن. ازاي بس؟ لو خايف عليا ممكن تبعت معايا حد من الغافر. لا 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 غفر ايه، انا ما استأمنش عليك اي نافر. اقول لك نروح انا وانت مصر ونقضي يومين هناك، وهناك بقى فيه مراجيح ونتمرجح انا وانت ونسيك الدنيا. يا عمده ما ينفعش يا عمده، لازم نبقى في الحلال، ما ينفعش يتقفل علينا باب واحد واحنا لسه ما اتجوزناش. ايوه صح هو ده الكلام. يوه يا عمده بقى ما تبعد ايدك عني بقى بدل ما صوت ارمي عليك الناس. يا بت بتهدديني كل شويه بالناس، صوتي لم الناس، انا عايز الناس تتلم، انا عايز حد في البلد دي يقدر يقول لي تلت التلاته كام. طب ابعد عني بقى يا عمده، والله لو قربت مني تاني لكم موت انا نفسي. خلاص 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 خلاص، انا همشي همشي والله، انا كده اتاكدت وعرفت ان انت صخ سليم وزي البرلانت. ايوه امال ما شاء الله، انا همشي وخلاص يا ست، هانت لحد ما تبقي في داري ومراتي وعلى ذمتي. اصبر كمان شويه ما فيهاش حاجه، انا ماشي اهو أنا ماشي. يا لهو بالي تموت نفسها إيه؟ ده أنا أموت أنا. لا أيوة الله بقولك إيه، أنا ماشي أهو، وأنت لو احتجت أي حاجة شيعيل على طول، ولو ما احتجتيش حاجة برضو شيعيل. الشيخ محمود حلمت حلم استعجباله قوي ومش فاهمة تفسيره، فجيت لك بقى أحكيه لك زي ما شفته تمام، وانت إن شاء الله يخليك تفسره لي. خير إن شاء الله، ربنا يكرمك بقى وتفسره. يا ابوي نفسروه ونفسروا اللي جابوه كمان. واه خبر ايه، احنا تستعصى علينا أحلام. قولي يا بنت قولي. حلمت يا عم الشيخ إنني واقفة قدام بركة مية كبيرة قوي، وحسيت زي ما تكون المية غاويطة قوي، وفجأة سمعت حس محروس بينده علي، بصيت لقيت واقف اليمة التاني وبينده علي بعزم ما فيه، يا منارة يا منارة تعالي هنا عدي اليمة دي، تعالي ما تخافيش من المية. قمت تاني بيني وبينك اتلهفت وكان نفسي أروح له، بس خفت من المية، قالاني ماليش في العوم أخاف أغرق. قلت له يا محروس لا أخاف من المية، تعالى انت اليمادي، تعالى يا محروس، تعالى يمتي. اما جاش ووقف ساكت يبصلي وما اتكلمش، وفضلنا كده هو يبصلي وابصله وما نتكلمش. وفجأة يا عم الشيخ لقيته قام مشمر جلابيته ولففها حوالين وسطه وقرب من المية زي اللي هينزل. قمت انا قلبي اتقبض وخفت، بصيت في المية لقيت سمكة كبيرة زي الوحش، خفت وقلت له يا محروس يا محروس اوعى نفسك، اوعى تنزل المايه لحسن فيه سمكه كبيره زي الوحش، اوعى يا محروس. قام هو رجع لورا ووقف، وفضلنا على الحال ده كتير، ابص له ويبص لي، وفضلنا كده لا بنتكلم ولا حاجه. حسيت ان بقالنا كتير واقفين مفيش اي حاجه، هو يبص لي وابص له وساكتين. بس يا عم الشيخ وقمت صحيت من النوم وجيت لك. ها ده حلم غريب والله، بس كويس قوي 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 انك ما نزلتيش الميه وما خلتيش محروس كمان ينزل الميه. ليه يا بنتي؟ عشان لو حد فيكم كان اندلى الميه في الحلم كانت بل. ايوه كده ايوه كده، اضحكي ابتسمي، دي الابتسامه نعمه حلوه.